تعالوا بقى نروح نتابع اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وكافه فرقه المختلفه مع زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم المتواجده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا هنا صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح النصر والسعادة عليكم يا نهواندو يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. صباح التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، يعني رجال النادي الأهلي خلاص على بعد خطوة واحدة من تحقيق لقب العشرة. يعني خليني أقول لكم إنه في حالة من الفرحة والفخر هنا داخل النادي الأهلي منذ أمس، وكعادة أعضاء النادي الأهلي بيحبوا يتابعوا المباريات المهمة داخل النادي، وبيكون في حالة وأجواء من الاحتفال بعد الفوز في أي مباراة مهمة، ويمكن الأجواء مستمرة حتى الآن. يعني الفريق عمل مباراة كبيرة جدا، كانوا كالعادة على قد المسؤولية وقدروا يفوزوا على الترجي التونسي بنتيجة 3-0، وخلاص زي ما قلت على بعد خطوة واحدة من تحقيق لقب العشرة. خلونا بقى دلوقتي نبدأ بأخبار النادي الأهلي ونبدأ بالألعاب الأخرى، بالتحديد لعبة كرة الطايرة. وزي ما رجال كرة القدم فرحونا أمس، كمان ناشئين كرة الطايرة 15 سنة قدروا يفوزوا ببطولة الجمهورية، طبعا بعد الفوز على فريق سموحة بنتيجة 3-0. المباراة كانت بتقام على صالة استاد القاهرة الدولي. رجال ناشئين كرة الطايرة عملوا مباراة كبيرة جدا وقدروا يحسموا المباراة لصالحهم، يعني طبعا ببارك لهم وببارك للجهاز الفني وان شاء الله مزيد من البطولات. كمان الحقيقة ان كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي اعلن عن العديد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق الاول لكرة الطايرة، يعني اعلن عن التعاقد مع اللاعب محمد عصران لمدة 4 أعوام. اللاعب أعرب عن سعادته الشديدة للتعاقد مع النادي الأهلي، والحقيقة أنه فخر كبير لارتداء قميص النادي الأهلي وأنه بيطلع أنه يحقق العديد من البطولات مع النادي الأهلي. أيضا كان تم الإعلان الأسبوع الماضي للتعاقد مع اللاعب محمد محسن أيضا لمدة 4 أعوام، وتجديد عقد البرج الأهلاوي لاعبنا المميز عبد الحليم عبو لمدة موسمين. الحقيقة عايز أتكلم بالتحديد عن اللاعب عبد الحليم عبو، أعرب أنه لم يتردد لدقيقة واحدة في التجديد للنادي الأهلي وأنه مضى على بياض، وهو ده اللي متعود عليه دايما مع النادي الأهلي أنه بيمضي على بياض يمكن منذ جاء للنادي الأهلي من 10 سنوات. يعني كل ده طبعا لتدعيم صفوف النادي الأهلي واللعب على جميع البطولات، بتمنى لهم طبعا كل التوفيق فيما هو قادر. خلونا نروح دلوقتي بقى لعبة كرة اليد. سيدات كرة اليد النهاردة هيستأنفوا تجربتهم طبعا بعد فترة الراحة بعد انتهاء الموسم الحقيقة الكبير جدا اللي عملوه سيدات كرة اليد، يعني يفوزوا ببطولة المنطقة، قدروا يفوزوا ببطولة كاس مصر وأيضا ببطولة الدوري. النهاردة خلاص هيستأنفوا التدريبات استعدادا بقى للموسم الجديد. هيكون التدريب على فترتين، فترة بدنية الأول الساعة 5 هتكون على صالة الجيم، وبعد كده هيكون في فترة فنية أكتر على الصالة هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة للتدريبات الفنية. التدريب الفترة الثانية هيكون من الساعة 6 مساء حتى 8 مساء، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان خلوني أقول لكل مشاهدينا أنه كابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق كان عقد جلسة مع اللاعبات الأسبوع الماضي بالتحديد يوم الأربعاء. الحقيقة كان حفزهم لبداية الموسم الجديد وقال لهم أن شخصية البطل هي الاستمرار في تحقيق البطولات، وأن هدفهم في الفترة القادمة هو تحقيق جميع البطولات أيضا لهذا الموسم. يعني بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق وعندنا ثقة كبيرة جدا في سيدات كرة اليد. يعني ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية. خلونا دلوقتي نروح للأخبار الاجتماعية. والنادي الأهلي استضاف وفد حملة اختلافنا مش بيفرقنا، مشاركة طبعا مجموعة من الأطفال من مصر وسوريا وجنوب السودان، طبعا في إطار شراكة النادي الأهلي مع منظمة اليونيسف التابعة لليونايتد نيشنز أو الأمم المتحدة. هدف الحملة هو دعم فكرة الدمج المجتمعي في مصر بين الأطفال طبعا بكل الجنسيات، وجاء ذلك احتفالا بيوم اللاجئين العالمي الموافق ل 20 يونيو. والحقيقه ان ده بيثبت ان النادي الاهلي له دور كبير جدا ايضا في المجتمع مش بس دور رياضي. يعني دي كانت ابرز الاخبار. خلوني كمان قبل ما انهي فقرتنا اقول لكم الاجواء داخل النادي في حاله من النشاط والطاقه الايجابيه. يعني الاعضاء بداوا بالفعل التواجد في مقر النادي هنا بالجزيره منذ الصباح الباكر، وكمان في سيوله مروريه جيده في الطرق المؤديه للنادي. يعني دي كانت ابرز الاخبار وكمان الاجواء. العوده لكم مره اخرى في الاستوديو.
جميل كالعادة طبعاً، معلومات كافية ووافية بنشكرك عليها جزيل الشكر زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. حاجة جميلة إن الأعضاء، بص جو حر جو برد جو خريفي جو ربيعي، الأعضاء بيبقوا دايماً متواجدين في النادي وبالأعمار المختلفة، حاجة جميلة جداً. وزي ما هنا يعني نقلت لنا الصورة، أنت بتبقى رايح بقى إيه بعد المباراة وانتصار كمان فريقك، رايح مبسوط رايح كده يعني ببوزيتيف إنرجي زي ما بيتقال، يا رب دايماً كده الأهلي زي ما بنقول يفرحنا. شكرا لك يا هنا جدا.